يا جماعه اللي راح يكون عندنا مقطع جديد، هذا مقطع باذن الله راح يكون عندنا لعبه تحدي الاسهم لايك واشتراك. خلينا نبتدي مع بعض يا جماعه في حلقتنا هذه، وخلنا نروح لليفل 2. اعتقد ان هذا شيء جديد، زمان ما كان في ليفل 2 ليفل 1. المهم على انه يبون نختار الشخصيه هذه، خلينا نرفع من الفلوس اللي عندنا ونروح بلاي. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف من المنافس. راح يجينا هذا المنافس، بسم الله خلينا نشوف الوضع. اوكي انا موجود هنا طبعا بالشخصيه هذه، انا نسيت هذا وشرمي علم. دقيقه عطى ما وصلت دور الحين. اوكي ما عليه ما عليه، ارمي 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 ارمي، خلينا نشوف. بعيد بعيد يا طيب، خلينا بعدها شوي. يلا اتحدى ما تصيده. والله باقي شوي. دور الحين وشو اشوى. دقيقة دقيقة دقيقة، خلنا نعطي 20 20 بوم هيد شوت. دور الحين عطني اشوى. دوري 23. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هيد شوت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ها فينيش هيم فينيش هيم. 28 غلط صح؟ غلط 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 يا سيد. لا والله بدعت يمكنهم الا هذه. خلاص خلاص مو مشكله مو مشكله، اهم شيء الهيد شوت، اهم شيء الهيد شوت. وفزنا عليه وحصلنا شويه نقاط راح نستفيد منهم اتوقع، لو حبينا راح نشتري شخصيه في المستقبل. ممتاز، افتح الباب. شخصيه دقيقه فلوس. اوكي حلو 1000 بس، تمنيت اكثر مو مشكله. عطني صار عندي 4500. اوكي صار في نفس الدوري، صار في نفس الدوري يا جماعه. شوفوا كيف الفلات الحين اللعب غير الوضع، وفي لعبه سباقات. ليتس جو، لعبنا لعبه سباقات بس هي غير. انا ما اخذت اللي يشيل اعلانات، ما عليه. اللي يشيل اعلانات اشتراك ولا اوهو في مهام تقدر تسويهم يوميا. تقدر تاخذ هذه، هذا ممكن يشيل اعلانات 10 ايام. تستهبلون صح؟ احسهم يستهبلون يعني، ليش ما يشيل الاعلانات للابد؟ اشتري وخلاص. ليفل 3 وش ده؟ ها والله تغيرت اللعبه. يلا 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 خلينا نجرب، خلينا نجرب. بس جو واحد على واحد، واحد على واحد. ايوه وها وش ده؟ اوكي 24. اولا اوكي دوره دوره وش ده؟ رحنا فيها اشوى. انا اوريكم انا اوريكم. عط 10. اوكي يعني زين 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 زين، مو واجد بس زين. دورهم ايوه. الله الحين يجيكم الرد. عطا ابلعوا 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 ابلعوا. نايس. من الجيش راح يخسر؟ لا وين؟ لا مو وين، لا مو وين، مو وين. اعطهم 20 20 كثير صح؟ اي 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 دورهم. بعيد عطى 25. بسم الله يعني باقي شوي. 25 كثير صراحة، متنا. اوف 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 اوف. 14 غلط. يلا على الأقل واحد، على الأقل واحد. 14 قليل، الله يستر الله يستر. لا 16 أضمن لكم كلهم بودعون. 17 زين 17 17 بام. باقي بعد باقي كم واحد؟ هم 17 لكن لازم جيم متقارب.
19. ابلعوا باقي اثنين باقي اثنين بس. اوكي 18 ابلعوا خلاص رسميا فزنا فنشن فيها 16 اتوقع لا وين 16 قليل على اي حال اهم شيء احنا فزنا في التحدي صح انه غريب شوي اللعب بس فزنا في التحدي تمام كيو ليتس جو نيكست كونتينيو افتح يا حبيبي نحتاج الى ثلاث مفاتيح عشان نفتح هذا اوكي اشياء كثيره تغيرت في اللعبه روح فور ليتس جو هذا منو هذا فلوس خلينا نختار شخصيه اعطي ماينكرافت زين يلا بلاي عطنا شنو هذا لعبني الجيم الطبيعي إيه لعبني الجيم الطبيعي ما ادري وين يبون يلعبوني المهم يلا عطى اوف كانت بتجي هيد شوت عطني اشوى دقيقه 15 هيد شوت اللي بعدها 16 اللي بعدها 16 واضمن لكم هيد شوت جماعه اشوى الحين 16 بوم ليتس جو مع واحده اخر ضربه وننهي عليه الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر اوف كم الحين 16 و 17 17 لا قهر اشوى 16 بوم هيد شوت حلو ضربه واحده 16 و 17 17 هالمره سيد هالمره 17 هالمره 17 عطى يا رب هيد شوت اول هيد شوت اليوم نجيبه في الفينش يا جماعه فخلصنا عليه على طول وفزنا عليه بشكل كامل ليتس جو انا اللعبه هاي جدا استمتع فيها صراحه فالحمد لله فزنا يا اخوان لايك واشتراك تابعوا المقاطع هذه سلام